يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا استغفر الإنسان وكان أكبر همه أن يرزقه الله المال أو الولد، أو تصدق من أجل أن يبارك في ماله، أو يشفى مريضه، أو كفل طالب علم من أجل أن يفتح له من أبواب الرزق، هل هذا من الشرك؟ إذا اقتصر على هذا فهذا يريد بعمله الدنيا، إذا اقتصر على نفع الدنيا فقط من رزق أو غير ذلك من أمور أو شفاء أو غير ذلك، فهذا لا شك أنه يريد بعمله الدنيا. تعرفون الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها يدخل فيها، والمفروض أنه يقصد الدنيا والآخرة، يقصد بعمله الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة قنا عذاب النار. من يقتصر على الدنيا فقط فهذا يدخل في الآية.